طقوس خاصة تتوارثها الأجيال ترافق موسم جز الصوف أغنام المعروف في ليبيا باسم موسم الجلامة، رغم المتغيرات والتطورات التي نالت كثيرا من الموروثات. الطقوس تبدأ في الصباح الباكر بنصب بيت الشعر لجز الصوف داخله، فيما تحجز الأغنام أمامه وسط أسلاك شائكة تعرف بالحظيرة أو الزريبة أو الحليق، فيما يتم وضع البسيسة والحنة على رأس بعض الأكباش لا سيما ما يعرف محليا بالفحل خوفا من الحسد. العدة اللازمة للجلامة يجب أن تكون حاضرة قبل توجيه الدعوة للأقارب والأصدقاء للمشاركة في يوم الجاز، قبل أن تلتئم الرغاطة وهي التجمع الناجم عن المتوافدين لمكان الجلامة من الرعاة وأصحاب الغنم والجيران والأقارب وغيرهم من الضيوف. في قديم الزمان أهلنا وجدودنا كانوا يستعملوا في الجلام هذه، يصنع فيها الحداد صناعة محلية وطنية من قديم الزمان. والموسم الجاز هذا موسم سنوي، في كل سنة طبعا يأتي ديما في بداية الصيف قبل ما يخش الصيف، يعني في نهاية الربيع الززان، ما يجيش الزز في الربيع، راهو في الزز في الربيع لان الغنم في مطر وفي السقع واحد ما تحملش السقع. ولإطعام هذه الرغاطة يذبح صاحب الأغنام شاة منذ الصباح، عقب وجبة الإفطار في الصباح الباكر يتوقف الجلامة عن العمل في الضحى لتناول وجبة قبل الغداء، وغالبا ما تكون عبارة عن القلاية إضافة إلى الحليب والتمر والبسيسة. أما تناول الشاهي فهو متاح على مدار الساعة. عملية الجز تنطلق مصحوبة بأهازيج من الغناء والشعر، حيث تكون البداية بالمدح للجلامة ولصاحب الأغنام وللأغنام نفسها، ويستمر ترديد الأهازيج طوال اليوم. فعندما يتأخر صاحب الأغنام في تقديم الطعام للجلامة فإنهم يبادرون بطلبه بالأهازيج قائلين: يا رحام نريد طعام. توزع الأدوار في هذا اليوم، حيث تتولى مجموعة عملية الإمساك بالأغنام وإدخالها إلى الخيمة للجز، وتتولى أخرى الربط بالحبل، ليبدأ بعد ذلك الجلام بالجز، وأخيرا يأتي دور المجموعة الأخيرة التي تجمع الصوف وتنظفه من التراب والأعشاب العالقة به ووضعه في الأكياس. كل ذلك يتم وسط رائحة البخور كالجاوي والفسوخ.